بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال مخاطبا سيدنا بلال: يا بلال أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أو كما قال: صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليأتي سيدنا عبد الله بن عباس ليصف سيدنا صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخير أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا العطاء وهذا الإنفاق وهذا الحب وهذا الخير فرع الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صدق الله العظيم. ليأتي شوقي رضي الله عنه ليقول واصفا سيدنا صلى الله عليه وسلم: وإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا رحمت أنت أم أو أب، هذان دنيا هما الرحماء، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في هذه الدعوة، في هذا النداء، في هذا السير في طريق الخير، ليجمعنا طريق الخير وطريق الحب دائما في حملة سقيا الماء، حفر الأبار لأهالينا في براني، في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أما بعد. ونذكركم دائما أن همزة الوصل في الاتصال هذه الأرقام الموجودة أمام حضراتكم على الشاشة. فطابت أوقاتكم جميعا وطابت أعمالكم دائما في سبيل الله. أهلا بكم دائما معنا. من أول ما بدأت حملة سقيا الماء من مؤسسة نبض الحياة، وهي بتلف من محافظة لمحافظة ومن قرية لقرية علشان توفر المية النظيفة لكل محتاج، سواء عن طريق تركيب وصلات المية أو حفر آبار التخزين أو حفر الآبار الارتوازية أو عمل محطات تحلية للمية. وصلات المية اللي وصل عددها ل4000 وصلة. أما عدد إجمالي الآبار اللي حفرناها فكان 750 بير. وما زالت حملة سقيا الماء من نبض الحياة بتواصل جهودها علشان نوصل لكل محتاج مياه نظيفة وآمنة. للتبرع لحملة سقيا الماء من أي مكتب بريد في مصر: 02-04-11-3000-13-58-18. أهلا بحضراتكم من جديد، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وسعداء دائما باللقاء. وأرحب في هذه الحلقة وفي بدايتها بالشيخ أحمد دسوقي الداعية الإسلامي، ومن خلال المعاني اللي بتسكن المباني نعرف إزاي تتحرك المباني، هذه الأجساد وهذه الأشباح، بما فيها وبما داخلها وبما يوقر في قلوبنا من معاني رائعة نستشفها ونتبع فيها خطوة بخطوة سيدنا صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه وسلموا تسليم. شيخ أحمد أهلا بيك. أهلا وسلم بحضرتك أستاذنا الفاضل. خلينا وإحنا بنتكلم عن سيدنا النبي، وإحنا بنتكلم عن الأسوة الحسنة في حياتنا، عن التطبيق العملي لكل ما جاء في القرآن. يعني كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا عبد الله بن عباس يقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. يعني كيف نتبع سيدنا صلى الله عليه وسلم في هذا الإطار؟ كيف يكون الواحد منا جوادا في حياته، كريما نبيلا بكل هذا بهذه المعاني؟ في البداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعد، يصف الإمام علي كرم الله وجهه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: كان أجود الناس كفة وأوسع الناس صدرا صلى الله عليه وسلم، وأصدق الناس لهجة صلى الله عليه وسلم، وألينهم عريكة صلى الله عليه وسلم، يعني كان سهل الله، وألينهم عريكة
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سهلك الأولين، هي دي معناتها وأليانهم عريكة، يعني الشعر الكبير. نعم. يعني سيدنا الشيخ عباس الديب. نعم. يعني من رآه بديهة هابه صلى الله عليه وسلم، ومن خالطه معرفة أحبه صلى الله عليه وسلم. الله. وصف سيدنا عبد الله بن عباس رسول الله بالجود، فقال كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الله. تعال بقى كده بالراحة خالص. أجود بالخير، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. الله. شبه جود النبي صلى الله عليه وسلم بالريح المرسلة. عايزين نفهم ليه سيدنا عبد الله بن عباس اللي هو ترجمان القرآن، يعني عنده فقه وعنده تأويل وعنده علم، شبه النبي بحاجة يبقى أكيد فيها حكمة. عايزين نفهم مع السادة المشاهدين ليه سيدنا عبد الله بن عباس شبه قرم سيدنا النبي بالخير زي بالريح المرسلة. أيوه. قال لك يا أستاذ حسن إن الريح المرسلة بتيجي بسرعة ولا بتيجي ببطء؟ لا بتيجي بسرعة. الله يفتح عليك. وكان كرم النبي صلى الله عليه وسلم سريعا. وده تطبيق لقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الريح بتيجي بسرعة ثانية وتقعد لك شوية وبعد كده تيجي ثانية، ولا بتيجي متتابعة؟ متتابعة. لذلك كان صلى الله عليه وسلم دفقة تأتي دفقة واحدة ودفعة واحدة وتلوى الأخرى. فكان صلى الله عليه وسلم ما يعملش خير مرة واحدة، لا على طول، مش عاوز أقف عند بير اتنين تلاتة أربعة. لذلك إحنا في مؤسسة نبض الحياة عاوزين نكون زي الريح المرسلة، نخلص واحد بنعمل التاني التالت الرابع، منطقة بنخش على التانية التالتة الرابعة. خد من صفات الريح أنها حينما تأتي يا أستاذ حسن بتيجي المكان واحد، يعني مثلا متر واحد، ولا بتعم المكان؟ لا بتعم. لذلك كان صلى الله عليه وسلم كرمه يعم جميع المكان. ده بتحيط بالمكان. لذلك نحن في مؤسسة نبض الحياة لما ننزل مكان عاوزين نعم الخير في كله. يبقى من صفات الريح أنها تأتي سريعة، اثنين متتابعة، ثلاثة العموم والشمول. فهمنا لسيدنا عبد الله بن عباس عمم وقال وشبه جود النبي وكرم النبي صلى الله عليه وسلم بالريح المرسلة. يبقى احنا النبي مش قدوة لنا، مش أسوة لنا، كلام ولا عملي؟ عملي. أنا مش عاوز وشفت واحد أعطيت له 5 جنيه 10 جنيه خلاص قال لك أنا وكافل النبي في الجنة كهاتين. لا، أنا وكافل اليتيم. عارف يعني إيه كلمة كافل؟ شاله من الألف للياء. إحنا أنا أذكر واحد من الناس لما كان يعطي الواحدة بتاعت خضار بتبيع كده، اللي هي الناس البسطاء دول، عطالها 2000 جنيه وهي بتبيع الربطة بجنيه أو بنص جنيه. فراحت أيوه اشترى منها ربطة ودي لها 2000. فبتقول له انت اديت لي 2000 جنيه قال لا ما انا عارف عارف. لما اعطى لها حد الكفايه، مش عاوزها تسال حد بعد كده. ولذلك احنا كذلك ما بنسقط كل شيء على ارض الواقع في مؤسسه نبض الحياه، انا عاوز اعمل للناس دول كفايه، مش عاوز اعمل يعني عارف حتى ايه يا استاذ حسن، مش عاوز احنسه، مش عاوز 3 بيوت اعمل بير واحد واحنس البيتين الموجودين بجانب البير، لا احمل حد الكفاية. هو ده القرم، يعني عايزين نتجاوز حد الكفاف. حد الله يفتح عليك. مش عايزين نوقف عند حد الكفاف، الكفاية، وبعدين يا سلام يوصل هم لحد الكفاءة بعد كده، فيتصدقوا بعد كده ويزكوا ويشاركوا ويبقوا منتجين. يعني خلينا شيخ أحمد وإحنا بنتكلم كيف يكون رسول الله قدوتنا في هذه الحياة، الأسوة الحسنة، حينما نتبع سيدنا صلى الله عليه وسلم نعبر عن هذا الحب بشكل عملي، هذا الحب لسيدنا صلى الله عليه وسلم، ودائما معا في طريق الخير، في حملة سقيا الماء، حفر الآبار في مطروح، في براني تحديدا. خلونا نروح نشوف التقرير ده ونرجع لكم، بس بفكركم بالأرقام اللي قدامكم على الشاشة، الأرقام اللي بتتصلوا بيها عشان تعرفوا كل التفاصيل ويمكن التواصل من خلالها. نروح للتقرير ونرجع لحضراتكم تاني. الواحد لما بيبص على العمل بيتفائل بيه، لما بيتوافق العمل الحلو مع الاسم الأحلى فبتحس إن فيه حاجة مطمئنة كده
وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب التشاؤم، لكنه يعجبه الفأل الحسن، بئر العبد الفقير إلى الله. إيه الجميل في الاسم ده؟ إن ربنا قال لنا في القرآن: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اوعى تفكر إن عملنا اللي احنا بنعمله هو ده اللي هيدخلنا الجنة، أبدا. الجنة مش تمن لعملنا، الجنة دي تفضل من ربنا علينا. حتى سيدنا النبي قال لنا كده عليه الصلاة والسلام: ألا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فلما أجي أعمل حاجة وأعترف لربنا وأقول له: أنت الغني وأنا الفقير، أنت القوي وأنا الضعيف، أنت العزيز وأنا الذليل، يبقى أنا بأتحقق بأوصافي عشان ربنا يكرمني. الطاعة اللي احنا بنعملها دي بنتقرب إلى الله بيها. نشكر أهل الخير، جمعية الخير والآبار، فنحن كنا المية دي بتيجي من مسافات بعيدة، 2 كيلو 3 كيلو، فجزاهم الله خير. ونتمنى يعني في آبار تانية ناس ياما في برضو نفس المسافات بيجيبوا مية من بعيد، يعني إن شاء الله نتمنى التواصل في المشروع ده، وجزاكم الله خير. وزي ما قلت لكم وهفضل اقول لكم، ده شكل الآبار بتاعت نبض الحياة. الشكل ده بنجود فيه على قد ما نقدر عشان ننفع بيه، عشان ربنا سبحانه وتعالى يميز لنا الصدقات والحسنات بتاعتنا يوم القيامة. ويعني ده احنا بنتمسك برحمة ربنا وبفضل ربنا، بتيجي نبض الحياة لما يجي لها اتصال من أي حد في أي مكان، نفسه يتعمل له بير مية، نفسه يتعمل له مصدر أمن وأمان وطمأنينة. هنا الناس مش عايشين على مية نهر النيل، وربنا يبارك لنا في نهر النيل بتاعنا يا رب. الناس عايشين هنا على مية المطر، بنقوم نعمل لهم البير ده عشان نحوش مية المطر نازلة من السماء عشان يفضلوا يشربوا منها طول العام. مين في حضراتكم بقى هيقول أنا العبد الفقير إلى الله وأتقرب إلى الله بإن أنا أعترف لربنا بفضله علي وأعمل بير زي البير ده؟ أرقامنا موجودة قدام حضراتكم للتواصل معانا، وفي نفس اليوم اللي بتتواصل معانا فيه أو حضرتك تتواصل معانا فيه والفلوس بتتحول لنا أو نبعت المندوب يجيبها، بنبدأ حفر البير في نفس اليوم. بعد حوالي شهر بيبقى البير بالصورة دي، مش ناقص إلا أمرين. الأمر الأولاني تفاعل حضراتكم معانا والتواصل معانا والتبرع، والأمر الثاني الدعاء من حضراتكم إن ربنا يقبل منا جميعا ويجعل لنا النصيب الكبير من الحسنات دي في الدنيا وفي الآخرة. وسعداء بكل تواصلكم واتصالاتكم دايما في خلال أو في إطار هذه الحملة اللي بنقول بيها، حملة سقيا الماء، حفر الأبار في مطروح تحديدا في براني. وخليني أرجع للشيخ أحمد السوقي. شيخ أحمد، يعني حفر الأبار، سقيا الماء، التواصل الجميل ورد الفعل السريع، احنا بنتكلم يعني كالريح المرسلة. نعم، كرم سيدنا كان أجود في الخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. يعني إزاي نكون احنا بنسارع في هذه الخيرات؟ بنحب سيدنا النبي ولا لا؟ طبعا عاوزين نكون زيه. شوف النبي كان عطاؤه عامل ازاي، والصحابة عطاؤهم عامل ازاي، وعلى زين وأضعف الإيمان نتشبه بالصالحين إن لم نكن مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أيوة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه رجل، فالنبي يعطي له غنم بين جبلين،
يعني مش عايز اقول لك عايزين نتخيل عدد يعني هذه الرؤوس او الاغنام قد ايه بين جبلين لا ثروه كبيره. يعني مثلا عايز اقول لك اجانس عربيات بي ام مثلا بالنسبه للناس في عصرنا اللي احنا فيه فالراجل يروح لقومه ويقول لهم يا قوم اسلموا يا غيروا دينكم فان محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. شوف لدرجه ايه. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعت الدنيا أجبر الخواطر من رسول الله، ما ناداه أحد إلا قال لبيك. وإحنا عاوزين نقول للناس دول في صحراء براني لبيك زي ما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للناس كلمة لبيك، بيقول لهم لبيك وإحنا عاوزين نقول لهم لبيك. الصحابة كانوا كده مع سيدنا النبي. سيدنا طلحة ده كان أكبر رجال الأعمال في المدينة، أكبر رجال الأعمال، عارف يعني كلمة سيدنا طلحة ابن عبيد الله من العشرة المبشرين بالجنة. طلحة الأنصاري كان من أكبر رجال الأعمال في المدينة. لما نزلت آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ماذا فعل؟ راح لسيدنا النبي وقال له يا رسول الله أحب أموالي إلي حاجة اسمها بيرحاء، بئر اسمه بيرحاء، والبئر ده مكانه استراتيجي خطير جدا ورا ورا الروضه الشريفه مباشره. يعني اللي الان اللي يخش من باب 24 او 25 بعد 100 متر مباشره قبل هو داخل على الروضه من الخلف هو هتلاقي موجود الان معمول له كده رخامه لونها بني وحوالين مميزه. ده كان يعني شوف المكان عامل ازاي، يعني حته على الكورنيش النيل احسن حته عنده. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هي لله، ناس كانت بتخرج احسن حاجه عندها. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كده واحنا عاوزين نخرج احسن حاجه عندنا. الناس دول محتاجين بير، لا احسن حاجه عندي اعمل لهم 2 3 وفي امكانيتي هعمل لهم اكتر حاجه عندي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الله. سيدنا ابي الدحداح لما نزلت ايه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، مين اللي بيقرض ربنا؟ فاستغرب من الايه، راح للنبي قال له يا رسول الله وهل يريد منا الله القرض؟ هو ربنا عايز مننا قرض؟ قال نعم يا أبا الدحداح. فقال النبي أعطيني يدك، فناوله النبي صلى الله عليه وسلم يده فوضع يده على يده وقال له يا رسول الله إن حائطي قرض لله. الحائط بتاعه فيه 600 نخلة. ما هو كلمة الحائط كانت يعني البستان، يعني البستان 600 نخلة. 600 نخلة، عارف يعني إيه النخلة؟ النخلة دي كانت ثروة، كنز بالنسبة له، كلها أقرضتها لربنا. ويقول للنبي إن أم الدحداح وابني في الحائط، ويروح لهم يقول لهم اخرجوا من الحائط، اخرجوا من البستان، ما عادش بتاعتنا، بقت لربنا. شوف الزوجة الكريمة، شوف الكرم، تعمل إيه؟ ابنها كان في شيء، فأخرجت ما في فيه ونفضت ما في كمه. ليه؟ لأنها ما عادتش بتاعتهم، اللي بقه ده كان واكله من البستان. شوف وصل لدرجة ايه، شوف درجات الورع، شوف لا خلاها خروجي فالنبي الحب. شوف سيدنا النبي يقول له ايه، يا أبا الدحداح كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. العذق بكسر العين اللي هو الغصن المتدلل من نخلة، والعذق بفتح العين ده النخلة، لكن مش المراد به هنا، المراد في الحديث عذق رداح. يعني النبي بيشبه له الغصن والرداح، يعني صيغة مبالغة، تقيل يعني كثير. شوف الغصن المتدلل من النخلة، غزير الإنتاج، غزير الإنتاج في الجنة يا أبا الدحداح، في الجنة يا أبا الدحداح. الصحابة كان عندهم كرم، وسيدنا النبي كان عنده كرم، بيقول لو عندي، بيشبه للناس ويقول لهم لو أنا عندي ده أحد، ده كله ذهب، لو عندي جبل أحد ذهب. عارف جبل أحد يا أستاذ حسن طوله قد إيه؟ 7 كيلو، وعرضه من 2 لـ3 كيلو، وارتفاعه من كيلو لكيلو ونص، الارتفاعات بتاع جبل أحد. عاوزك تتخيل منظر جبل، النبي بيقول لو أنا عندي زي جبل أحد ده ذهب ما يسرني أن يكون عندي 3 أيام، ما ينفعش يقعد عندي في البيت 3 أيام. سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. هنطلع لتقرير تاني ونشوف مزيد من التفاصيل، ونفكركم دايما في حملة سقيا الماء حفر الأبار في براني بالأرقام التليفونية اللي موجودة أمام حضراتكم على الشاشة للاتصال والتواصل ومعرفة كل التفاصيل. خليكم معنا دايما.
النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء يتقال لما الواحد همه يكتر، فقال لنا في الحديث الصحيح: من كثر همه فليقل: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. اسم البير ده فكرني بالدعاء ده، وكأنه أي حد نفسه ربنا يذيح همه ويصرف عنه الغم عليه بمثل هذا العمل. دايما وأنا بتكلم معاكم ما بفرقش في كلامي بين ذكر وأنثى، لكن نيجي نشوف الأخت المتبرعة دي أصرت إنه ما ينكتبش اسمها هنا، بل كتبت أمة الله. ليه؟ سألت نفسي السؤال ده، قلت هتعلم حاجتين. أول حاجة تمثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يلي نفسك ربنا يفرج عنك الهم والغم، آدي الطريق، آدي العلاج. الحاجة التانية إنه على قدم المساواة وعلى قدم السبق، زي ما في رجال بيتبرعوا في نساء كمان بيتبرعن. الأخوات اللي بيسمعوني دلوقت، الأخوات اللي بتسمعني دلوقت، نفسك ربنا يفرج عنك ويزيح همك؟ أرقامنا قدام حضرتك للتواصل معانا. مع كل بير بيتحفر وبيتسلم وبيتعمل، والله بيكون نفسنا قوي إن المتبرع أو المتبرعة يعيش معانا لحظة فرح تسلم البير والانتهاء منه. لكن 600 كيلو مسافة من القاهرة، مسافة مش شوية، مسافة طويلة شوية، لكن من خلال عينينا ومن خلال فرحتنا بنحاول نفرح حضراتكم ونقول لكم شاركونا الفرح والسعادة والسرور، ويا رب زي ما فرحتنا في الدنيا فرحنا في الآخرة. رجعنا من التقرير. شيخ أحمد، خليني وإحنا بنشوف الأسماء اللي مكتوبة على الآبار، يعني وأكيد حضرتك لاحظت وأكيد السادة المشاهدين لاحظوها، أمة الله. نعم. هذا بئر أمة الله، هذا البئر للفقير إلى ربه. نعم. يعني هل أن يكون الاسم غير معروف، مش أقول مجهول، يعني خليني يعني ألتزم ببعض الكلمات التي تليق في المقام، أو يعني هل يكون هنا الأجر أكبر من لو كتبت هذا بئر حسن، هذا بئر سيد، هذا بئر علي، هذا بئر مريم؟ الله يفتح عليك. عاوزين المسألة دي نفهمها ومع السادة المشاهدين. أولا تعالى نتفق إن ربنا عز وجل شرع الإنفاق في السر والعلانية، ومدح اللي بينفق في السر ومدح اللي بينفق في العلانية. إيه الدليل؟ آيات كثيرة. تعالى ناخد آيتين في سورة البقرة. ربنا بيقول: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، مدح الاثنين، وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الاثنين سواسية. أيوة. وفي آية تانية ربنا قال: وإن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء أيوة فهو خير لكم. خلاص، فالاثنين ربنا مدحهم وربنا شرع الإنفاق سرا وعلانية. قال لك بس بشرط، مدام الإنفاق ده مخلص فيه لله عز وجل، ما فيش فيه رياء وما فيش فيه من ولا أذى، خلاص السر والعلانية سواء.
لأن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وهو هذا الربع يعني في سورة البقرة. في سورة قول البقرة. معروف. الله يفتح ربع قول معروف. الله يفتح عليك أستاذ حسن. عندنا يبقى أنت أنا مخلص لله وما فيش رياء ولا بعملها عشان خاطر فلان ولا علان وما فيش من للرجل الفقير. أنت أصلاً اللي بيبني بير ما يعرفش الناس دي وما بيشوفهمش إلا ممكن يشوف اسمه فقط في المكان ده، ولا الناس يعرفوه ولا يمن ولا أذى. يبقى ده يتساوى الاثنين. تعال ناخد مسألة تفصيلية للناس بصفة عامة. الإمام القرطبي قال لك تعال نفصل المسألة لثلاث أنواع. قال لك على حسب نوع الصدقة هل هي فريضة الزكاة ولا نافلة. وبعد كده في علماء تانيين قال لك لا تعال نبص للجهة، يعني هي راح الجهة المؤسسة ولا الفقير جهة خاصة. وبعد كده علماء تانيين قال لك لا تعال نبص لحال المعطي، هل هو تربية لنفسه. الإمام القرطبي لما فسر آية وإن تبدوا الصدقات فنعيم ما، قال لك الزكاة أحسن لك إنك تخرجها علانية أمام الناس. أما الفقير بصفة خاصة اللي هي الصدقة بعيد عن الزكاة اللي هي النافلة التطوع، قال لك خليها سر. الأمر الثاني قال لك للجهة، لو جهة زي مؤسسة مؤسسة ولتكن نبض الحياة، قال لك الأفضل إنك تعملها علانية. ليه بقى؟ علشان خاطر بنشجع الناس صحيح. ونعمل، ولما انت حضرتك الوقت تشوفنا احنا بنفتح 30 بير و70 بير الشهر الجاي ولسه في ناس محتاجين، ونشوف لك نجيب لك الحالات المحتاجة قدام عينك وعلى أرض الواقع، والناس هم جايبين لك صورة صوت وصورة للناس هم بيتكلمهم، هتشجعك انك تعمل واثنين وثلاثة. لا ويقول لحواليه ويقول للناس اللي حبايبه وللي عارف انا عملت ده ورحت شفت، لا تعالوا شوفوا انا عملت ايه. طبعا الصوره موجوده، المشهد والصوره والتقرير، ولو حب يروح بنفسه تمام. مع المؤسسه في هذه الحمله في اطار هذه الحمله العلانيه، فطبعا الاعلان عنه من صاحب الشيء، عفوا مش كلمه الاعلان كمان، يعني انه يخبر عنه ويتكلم عنه مش بغرض انه يعني في هنقول حديث يعني الان في شهره او سمعه، لا ابدا، ده هو بغرض وبنيه انه تتسع دائرة المحبين، دائرة المتبرعين، دائرة المساهمين في الخير. الله يفتح عليك. وبعد كده قال من حسب حال المعطي نفسه، المعطي اللي بيعطي نفسه، قال لك لو امام قائد قاضي قال لك يعلن، عالم يعلن، لان دول قدوة. ده اسوة. مين اللي قال كده؟ سيدنا زكريا الانصاري شيخ من مشايخ الشافعية، قال لك والإمام عليها أن يعلن، يعني رأس الجمهورية وبيعطي الزكاة وبيخرج، أو القائد أو الأمير أو الإمام أو العالم، كل ده يعلم لأن الناس بياخدوه قدوة فيعملوا زيه. لكن لو خلاف كده قال لك السر. تعال بقى أستاذ حسن، عرفنا الوقت نفصل السر والعلانية. لما أنا بعمل وده بيعمل وده بيعمل، فإحنا بنشجع اللي حوالينا بعيد عن الرياء. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثال مهم جدا وحديث حلو جدا في هذا الموضوع. هنروح الفاصل قصير ونرجع نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، وما المثل الذي قدمه لنا لنضعه علامة لنا في مسيرتنا في طريق الخير. خليكم معنا.
يعني من الفاصل ومن فكر الشيخ أحمد نقوله لا إحنا ما نسيناش عشان السادة المشاهدين قاعدين عايزين يعرفوا إيه المثل الذي قدمه لنا سيدنا صلى الله عليه وسلم. ودائما ليكن أو لتكن الصلاة على سيدنا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام لديك دائما على لسانك دائما لتحل البركة. نعم الله يفتح عليك استحسن. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزين السادة المشاهدين يصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بتسمح لي بس أقول يعني فضل. الصلاة على سيدنا صلى الله عليه وسلم كما تعلمنا نور في القلب ونور على الصراط ونور في القبر. الله يفتح عليك. ونحن في أمس الحاجة إلى هذا النور. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك. اللهم أمين. حديث في البخاري صحيح، النبي قال قال رجل لأخرجن وأتصدقن بصدقة. الرجل قال هخرج النهاردة أتصدق، قال هتصدق، فخرج فوضعها في يد سارق. في يد إيه؟ سارق. فأصبح الناس يتحدثون لقد تصدق على سارق. الناس كلها بدأت إيه؟ تقول. تتكلم وتقول في رجل تصدق على سارق. فأصبح الناس يتحدثون لقد تصدق على سارق. فقال الحمد لله. وقال لأخرجن بصدقة، فخرج فوضعها في يد زانية. معقولة في يد زانية؟ نعم. فأصبح الناس يتحدثون لقد تصدق على زانية. معقولة على زانية؟ والناس بدأت تتكلم. فقال الحمد لله. وقال لأتصدقن بصدقة تالتة، فخرج يا أستاذ حسن فوضعها في يد غني. يبقى أول حاجة سارق، تاني حاجة زانية، تالت حاجة غني. حاجات كلها متناقضة مع إيه مفهومنا إحنا في الأيام اللي إحنا فيها. فأصبح الناس يتحدثون مع مفهوم العطاء. أنت من يستحق هذه الصدقة؟ لك يعني الفقير اللي مش لاقي ياكل ومش عارف إيه، والراجل اللي ما بيسرب عيد يعني إيه. فأصبح الناس يتحدثون بعد كل واحدة لقد تصدق على غني، والغني محتاج. فقال الحمد لله. فرؤي له وقيل له أما صدقتك على سارق فلعله يستعف عن سرقته. فلعله يستعف عن ايه؟ سرقه يعني مسرقش تاني، مسرقش يعني. تاني. مسرقش تاني. واما صدقتك على زانيه فلعلها تستعف عن زناه. ما تزنيش تاني، ما هو ممكن يكون اللي خرجها ده موضوع الفلوس. نكمل الحديث وبعد كده اسكت. واما صدقتك على غني فلعله يستعف أو لعله يتعص فيتبرع ويعطي. شيخ أحمد، وإحنا بنتكلم في هذا الإطار، في هذا اللي إحنا بنسميه دايما فعل الخير عدوى. نعم. والحب عدوى، اللي هو فكرة إن لما أشوفك تعمل خير طب وأتنافس معك وأخش في دائرة أو حلبة المنافسة ومضمار. نعم. السباق الجميل ده سيدنا النبي كان بيعمل كده مع أصحابه. كان بيأمرهم بالإنفاق. فسيدنا أبو بكر، سيدنا عمر يقول إيه؟ أمرنا رسول الله فصادف عندي مالا. قلت بقى النهاردة أنا معاه 4 مليون 5 مليون، فقلت النهاردة أبو بكر مش هسبقني. سيدنا أبو بكر قال مش هسبق، سيدنا عمر قال أبو بكر مش هسبقني. فخرجت فجئت بنصف مالي، جاب 3 مليون. وراح حطهم قدام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي يا عمر ما تركت لأهلك؟ قال أبقيت لهم مثله يا رسول الله. معك 3 وأنا عندي 3 مليون. نص ثروته كلها لسه عندي وفرحان. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وجاء بكل ماله أمام رسول الله، وقال له النبي يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قال لهم وما تركت لأهلك؟ تركت لهم الله ورسوله. الله. فالنبي كان بيشجعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فيأتي سيدنا عثمان بن عفان يجهز جيش. عارف يعني جيش يا أستاذ حسن؟ طبعا. جيش. يجيب 300 بعير، يجيب آلاف الدنانير، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. الله. يا عثمان افعل ما شئت فقد رضي الله عنك، افعل ما شئت فقد رضي الله عنك. انفق علانية. والنبي كان بيشجعهم على ذلك صلى الله عليه وسلم. عاوزين نتشبه بهؤلاء الناس. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نروح لتقرير معانا دلوقتي نشوف فيه تفاصيل أكتر. وخلوا بالكم دايما أعزائنا المشاهدين الأرقام اللي على الشاشة أمام حضراتكم هي أرقام للتواصل لمعرفة كل التفاصيل عن حملة سقيا الماء حفر الأبار في براني. خليكم دايما معانا. Thank you.
وكأني بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أبو ذر، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام جالس في ظل الكعبة، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. فقال أبو ذر: فداك أبي وأمي يا رسول الله، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا إلا من قال بحقه وأشار بيده عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه. مفهوم إن كثرة المال أمر مش كويس ده مفهوم مش سليم، بالعكس المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، لكن كثرة المال اللي بتشغل صاحبها عن إن هو لا يخرج حق الله وحق الفقراء هو ده الغلط، هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال اوعى تكون من الناس الخسرانين دول. علشان ما نبقاش من الناس الخسرانين دول بنيجي نعمل ايه بقى؟ نبض الحياة بتيجي تنزل على اهالينا اللي قاعدين في مرسى مطروح، ما نقدرش نعمل لهم مواصلات مية، بس نعمل لهم آبار لتجميع مياه الأمطار علشان يشربوا منها طول العام. فبننزل على الأماكن اللي محتاجة ونقول إحنا موجودين بفضل ربنا ثم بدعم حضراتكم. ولما بفكر نفسي وأفكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيبين لي فيه إن ربنا يديله مال ولا يعترف بحق ربنا فيه وينسى فضل ربنا عليه وينسى ان ربنا امره انه يخرج من المال ده، فبقول لك اوعى تكون من الخسرانين. وبما ان دول اللي بيمنعوا وبينسوا وبيبخلوا دول خسرانين، فخليك مع الناس الفائزين، خليك مع اصحاب الجنه اللي يتفتح لهم باب واسع جدا ويتقال لهم اتفضلوا ادخلوا الجنه من باب الصدقة، لأن ربنا سبحانه وتعالى ادالكم مال وانتوا صدقتوا مع ربنا في حب الله وفي تنفيذ أوامر الله. ربنا يتقبل ويسعد كل واحد أنفق من أجل مرضات الله. عارفين هذه الابتسامة اللي يعني ملت وشي وأنا بشوف التقرير، وطبعا بئر المروة أو الأسماء اللي موجودة على المربعات الرخامية اللي فوق كل بير، يعني أسماء كده الواحد يا سلام لو كل واحد أو أنا أو غيري، وأذكركم وأذكر نفسي دائما بأن احنا نكون مشاركين لهؤلاء. الأسماء حلوة، بئر المروة، نعم. يعني أسماء حلوة، أسماء تشد كده، وأسماء كده فيها تماس مع الثقافة بتاعتنا، نعم. مع الأماكن اللي بنحبها، وربما تكون مع أسماء بنحبها، مش كده ولا إيه؟ تفاؤل. نسأل الله عز وجل أن يعجل بالفتح. أمين يا رب العالمين. وأن يرزقنا العمرة وألا يحرمنا من هذه الأماكن تفاؤلا بهذا الاسم. الله. اللهم الله. أمين. السعي بين الصفا والمروة. المروة. وقد يكون اسم صاحبة المروة. نعم. طب ما ناخد في أذهان الناس ونخليه المروة. الاسم في السماء. ولا يعنيك ما موجود في الأرض. يعني ونرجع للآية الكريمة، يعني الآيات الكريمة اللي بتحث على الإنفاق، وبعدين نلاقي الآية في ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني عايز أفهم هذا المعنى في الآية. الآية ده أستاذ حسن فيها معنى خطير جدا، يعني لو إحنا دققنا في آيات القرآن وفي المعاني والألفاظ هتلاقي ربنا بيقول وأنفقوا قبلها أمر، وأنفقوا في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أمر من ربنا ما نفذتهوش هتروح للتهلكة. ايه التهلكه دي؟ العلماء اتكلموا فيها كلام كتير جدا. قال لك من التهلكه دي الامراض، يعني ممكن امراض تاتي للانسان بسبب عدم الانفاق. ايه الدليل؟ حديث النبي
قال لك داووا مرضاكم بالصدقة. سيدنا علي بن أبي طالب يقول باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، يعني إن لم ننفق سنهلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا بلال، وسيدنا بلال كان من أهل الصفة. يعني إيه يا أستاذ حسن؟ أهل الصفة نتعرف عليهم فقراء بقى. اللي منهم سيدنا أبو هريرة سيدنا بلال وأبي ذر، يعني وناس فقراء بسطاء. النبي يقول له يا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. يبقى مع موضوع الإنفاق عدم وجوده يؤدي إلى تهلكة من الأمراض، منها الانشغال بالدنيا والغفلة عن الآخرة. إيه الدليل؟ وده مرض طبعا من أشد العذاب، الغفلة في الدنيا والانشغال بالدنيا والغفلة عن الآخرة. إيه الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ما مش خايف عليكم الفقر، مال إيه؟ ولكن مال يخشى علينا من إيه؟ أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا كما بسطت على من كان من قبلكم. يعني ربنا البسطة يعني الزيادة، تجي لكم الدنيا مش الفقر، لا العكس. الدنيا النبي مش خايف علينا من الفقر، ما الخايف عليه إيه؟ إن الدنيا تتفتح لنا. فالنبي قال له والله ما الفقر أخشى عليكم، وكان قاعد ساعتها في المسجد، ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا كما بسطت على من كان من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها. اسمع بقى الحتة اللي جاية دي، فتهلككم كما أهلكتهم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لذلك وأنفقوا في سبيل الله. العلماء اتكلموا في موضوع التهلكة دي كتير جدا، منها الأمراض، منها الانشغال، منها التنطع في الدين، لأن النبي قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. النبي يأتي في حديث آخر، دي احنا من القرآن، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. شوف النبي يقول لك في حديث إن لله عبادا اختصهم بالنعم. استنى بقى كده صح، مش انت قصدك على أيوة الحديث هو ده؟ إن لله عبادا انت قلت ايه؟ اختصهم بالنعم، خصوصية. سلام، خصوصية، يعني دول بتوع ربنا، ربنا شخدهم ثم أورثنا، اختصهم، هم دول اختصهم بالنعم لمنافع العباد. يعني مش لك انت، يا يعني ربنا ما فتحش عليا وادانا السيارات والأموال الطالة دي لي انا؟ قالك لا، قالك لمنافع العباد يقرهم فيها. ايه يا استاذ حسن؟ ما بذلوها. يعني ايه كلمه يقرهم؟ يقيمهم فيها، يقيمهم فيها، يعني خليك معاك عندك ملكك بتاع، بس بشرط ما بذلوها. دايما في بذل، نقول دايما زي ما بنقول او اتكلمنا قبل كده عزيزنا المشاهدين، ودي جمال اللغه. اللغه دايما لغتنا العربيه بتصب في المعنى، بتصب في الحركه، بتصب في السلوك. ما دام في عطاء يبقى ليه بذل. الله، البذل والعطاء كلمتين مترادفين، يعني مترابطتين. نعم، مع يعني بعض، دي رديف لدي، البذل والعطاء. ما بذلوها، يا سلام، شوف جمال اللغة العربية. ما بذلوها، أعطوها، يعني مش خرجوها. أخرجوها يعني إيه؟ ممكن ما فيش فيها استمرارية، أما البذل في سرعة، في البذل وعطاء. طب اسمع بيت الشق الثاني من الحديث يا أستاذ حسن. أيوة. فإن منعوها، الجزء الثاني، يا كلمة صعبة وشديدة، نزعها والنازعات غرقة. قال لك نزعها منهم، نزع الروح، أخذها، مش أخذها، تنازعها دي أشد من الأخذ. لذلك إذا أخذ لم يفلت. فالإنسان أمام أمرين، يا إما أنا أنفق، يا إما سأذهب إلى التهلكة. لذلك قال الله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الجزء الثاني، الشق الثاني يا أستاذ حسن، وأما من بخل واستغنى وكذب حسنى فسنيسره للعسرى. اللهم اجعلنا من أهل اليسرى، اللهم دائما. والحديث لحديث في بقية، ربنا لما ينزعها منهم هتروح لمين بعد كده؟ هنعرف ده بعد التقرير الأخير اللي نتفرج عليه دلوقتي. خليكم معنا. لما ربنا سبحانه وتعالى علمنا الاستفادة من الحياة بشكل أكبر وأعظم، علشان خاطر لما الحياة الدنيا دي تخلص والموت يجي، يبقى أنت قدمت لنفسك حاجة تنفعك. القاعدة القرآنية دي خلتنا كلنا في نبض الحياة نعمل حملة كبيرة قوي اسمها حملة سقيا الماء. الحملة دي جت من الآية المباركة اللي ربنا سبحانه وتعالى ندبنا فيها إن إحنا
ننفق على قد ما نقدر. فنجد إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. شوفوا العبارة دي، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، كأن ربنا بيقول لك اعمل حساب لحظة نزول ملائكة الموت علشان حياتك تنتهي والمحطة دي هتنزل فيها، بس وانت قاعد في الباص بتاع الدنيا اعمل لنفسك. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. أول حاجة طلبها قال لك فأصدق وأكن من الصالحين. اجتمع الاثنين في العمل ده، البير ده صدقة من الصدق، عمل صالح وهو عمل صالح. أرقامنا قدام حضرتك، نفسك تعيش معانا طعم الصدقة؟ عارفين لو انتوا كلمتوا أي حد من الناس اللي بيعملوا صدقات والله لا يحكي لك حاجات تفوق عقلك، والله تحكي لك حاجات عقولنا ما تستوعبهاش، بركات ومعجزات وفضائل بتحصل بسبب الصدقات. اللهم تقبل يا رب العالمين، لا يقدر على ذلك إلا أنت. أهلا بحضراتكم من جديد، وخلينا برضو مع حضراتكم وخلونا واحنا بنشوف الابار وبنشوف الاسماء اللي على الابار. الشيخ احمد، في الابار بنلاقي مثلا الحاجه سلوى اللي عامله البير ده مكتوب بين قوسين قدامها اتنين، ده معناه انها عامله اكتر واحد من بير؟ نعم. عامله واحد وشفنا ثالث، فدي معناتها ان في اول وثاني. كان صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله. قلنا ان الريح المرسله فيها ثلاث صفات: المسارعه، المتابعه، التعميم. مش عايز اعمل واحد وقف، اتنين المتابعة. فكان سيدنا النبي، هي دي صفة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، على قدره. نعم. يعني برضو سيدنا النبي دايما بيضعنا في إطار لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إن شاء الله لو في لقاء تاني إن شاء الله في اللقاء القادم نوضح كلمة كل على قدر دي. الله. لأن عاوزة حلقة. إيه رأيك الحلقة القادمة؟ ده عايزة حلقات. نخليها. ده عايزة حلقات. يعني ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسعها. أيوة. بالنسبة لنا حلقة. أيوة. فده صفة النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنا مش عاوز أعمل حاجة وقف وقول خلاص بقى أبص المكان تاني، لأ أنا عاوز عملت النهاردة بير، أبص في حاجة تانية اسمها وصلات مياه، في حاجة تالتة اسمها أبار ارتوازية، في حاجة رابعة اسمها وقف نخيل، وقف النخيل ده في حاجة اسمها هيجيب لي بعد كده تعليم، في حاجة خمسة اسمها كسوة شتاء، في حاجة اسمها ستة تسقيف البيوت زي ما احنا شفناها في التقارير في الحلقات الماضية. فأنا عاوز أكون زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي تبقى ريح مرسلة؟ إنك تتابع، تسارع وتتابع وتعم الخير. في التقرير استمعنا إلى آيات أن هذا العمل الصالح هو اللي بقيني، هو ده بيتي بتاع الآخرة، مواد بناؤه العمل الصالح ده، البير اللي أنا بحفره ده هو مواد بناء بيتي بتاع العمل بتاع الآخرة، يعني من الباقيات الصالحات والباقيات. نعم. الصالحات. شوف ربنا عز وجل قال إيه في آية في دستور ربنا، قال حتى إذا جاء أحدهم الموت. غشش لك الامتحان، الامتحان اتسرب في الآية دي، امتحان الآخرة اتسرب. عارف يعني إيه كلمة اتسرب؟ إلحق غش الامتحان
وجيب 100% قدامك اهو ايه الامتحان بتاع يعني الاخره. ادرك المعنى. ادرك مش هقول غش بقى، لا ادرك المعنى، انا عاوز اوصلها للكل. فاحنا ربنا بيقول ايه يا استاذ حسن في سوره المؤمنون؟ حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي لولا اخرت ارجعون ليه ارجع في الدنيا تاني ليه؟ اهو الامتحان قال لك ايه الاسئله، لعلي اعمله صالحا فيما تركت. ايوه عملك الصالح ليه؟ العلماء قالوا ان ملك الموت حينما ياتي للانسان لا يتالم ابدا الانسان على بيت لم يتم بناءه، ولا يتالم على مشروع لم ينجز، لا يتألم الإنسان حينما يرى ملك الموت على بضاعة لم يحقق منها أرباحا، ولكن يتألم على عمل صالح فاته في هذه الحياة، لأن الغنى والفقر الحقيقي لا يكون إلا بعد العرض على الله. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا إليها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها لجة وجعلوا صالح الأعمال فيها سفنا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أولئك، يعني من هذه الأسماء نشارك، يعني لما كل واحد يبص للتقرير أو يبص للأسماء الموجودة على اللوحة الألواح أو اللوحة الرخامية اللي على كل بير، يعني ما هو ده بيحفز طبعًا. ده بيدفع دايماً طبعًا. الناس إنهم يشاركوا. إحنا دايماً بعد بنعرض التقرير الأخير بنقول دايماً نشوف السرعة بقى، المسارعة عشان يعني يبقى عندنا يعني فرصة كبيرة وننتهز هذه الفرصة. الواجب العملي لأن نكون نترجم بقى نترجم كل ما نسمعه من إرشادات من نصوص تؤكد على أن هذه الحياة لن تمضي ولن تبنى ولن تؤسس إلا من خلال هذا الفهم الواعي لهذا النص المقدس وهذا النص الشريف. بشكر الشيخ أحمد دسوقي الداعية الإسلامي، ومعا نلتقي في السير في هذا الطريق، وطريق الخير دائما يجمعنا. إلى اللقاء.